أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب يوم ولد ويوم يموت.
قر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. تمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا. أمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك لأجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة قضيا. وكان أمرا مقضيا. فحملته فاعتمدت به مكانا قصيا. فأجاءك البخار
أجاب المخاض إلى الجذع النخلة قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرات السادة المعزين الكرام، كنا خاشعين لله تعالى تلاها علينا فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عامر السكن مدرس القراءة وعلوم القراءة بلاد الشريف والمقيم مركز مدينة ديوبة، إدارة الصوت والضوء، إدارة الحج رضا زيطر المقيم بالوفاية، وشكر الله سعيكم جميعا.